يا زياد، زياد يلا يا ولدي عشان ما تأخر على المدرسة. يلا يا ولدي كده حنتأخر على المدرسة. ما خليك. ليه؟ أبا أوصلك المدرسة. كده ما أبغى. زياد، زياد، زياد. زياد يا ولدي. ليش أبوك يمشي كده؟ أنت إيش اللي جابك للمدرسة؟ جيت أخذك للبيت يا ولدي. وأنا ما أعرف أرجع لوحدي 100 مرة قلت لك لا تجيني عند المدرسة. إيش فيها يا ولدي؟ كل الأولاد بيجوا أبهاتهم بياخذوهم من المدرسة. بس مو كل الأولاد أبوهم بيمشي برجل واحدة. معاك حد يا ولدي. خلاص أنا ما راح أجيك المدرسة مرة ثانية. أصلا برضو أحسن. يا بني يا يا بني يا يا سنا فيه مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي ما أحيله زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي يا بني يا بني يا سر في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا زياد يلا ابوي الغدا جاهز عشان نتغدى يلا ما ابغى اتغدى ابوي ليه ولدي عشان رايح ابوي رايح فين وايش الشنطه هذه اللي في يدك رايح جاني خطاب التعيين ورايح عشان جاتني الوظيفه ما شاء الله تبارك الله جاء خطاب التعيين طيب ايه استنى عشان انا اجهز نفسي جهز نفسك ليش عشان اجي معاك لا تجي معي فين لا خلاص انا حزبط نفسي لا خليك ليه يا ولدي بعدين هناك مين يطبخ لك ومين يقدم لك اكلك لا ابوي خلاص خليك هنا وانا حزبط نفسي ما عليك طيب يا ولدي طيب ومتى حشوفك كل اجازه ان شاء الله تبى شيء انت لا يا ولدي كل اجازه Thank you.
الو. هلا يا زياد. هلا ابويا، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ وحشتني يا ولدي وابغى اشوفك. قريب قريب ان شاء الله بجيك. طولت علي الغيبه، متى حتجي ولا متى حتتصل مره ثانيه؟ ما يصير كده. ايش تبغاني بس اسوي يا ابويا؟ انت عارف مشغوليات الحياه وضغط العمل، وما بخرج الا في وقت متاخر. انا عارف يا ولدي ان عندك شغل، والله انا مقدر. معليش انا حجيك، انا حجيك. الله يكون في عونك يا ولد، الله يكون في عونك. وصلتك الفلوس اول الشهر ولا تاخرت زي العاده؟ الفلوس الا الفلوس بتوصل، الا بتوصل. الله يوسع رزقك يا ولدي، الله يوسع رزقك. طيب ماشي ماشي يا ابوي. ومعليش يا ابوي مضطر اسيبك دحين. اي والله مشغول، حكلمك حكلمك ان شاء الله مره ثانيه. طيب يا ولدي طيب، انا عارف انك مشغول، روح انت شوف شغلك ولا تاخر نفسك. يلا يلا مع السلامة، نشوفك على خير. مع السلامة. كلمك بعدين. انا عارف هو بيكلمني اول الشهر الجديد عشان يتأكد الفلوس وصلت ولا لا. فلتعد لي يا حبيبي مثلما كنت نقيا، علني ألقاك يوما قبل أن ألقى المنيا. رغم هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيا. فجعله رضيا، ربي فجعله رضيا. يا بني يا ولدي، احنا يشرفنا انك تناسبنا وتنضم لأسرتنا، لما نعرف عنك من حسن الأخلاق والسمعة الطيبة. ما شاء الله عليك، الشهادة العلمية ما يحتاج. الله يسلمك يا عمي، وصدقني عمي الشرف لي أنا إني أنضم لأسرتكم الكريمة، وصدقني يا عمي أي حاجة تطلبوها مجابة. يا ولدي إحنا نشتري رجال. الله يسلمك. وما يهمنا إلا الأخلاق، لكن اسمح لي بالسؤال هذا، في المناسبات هذه من المفروض يجي أحد من أهلك معك؟ عمي أنا يتيم الأب والأم، وما أعرف لي لا خال ولا عم، والحمد لله أنا كونت نفسي بنفسي واعتمدت على نفسي إلى ما وصلت للي أنا فيه الحمد لله. الله يوفقك يا ولدي، بصراحة أنت الآن كبرت في عيني زيادة. وهو الحمد لله، إن شاء الله أني أنضم لأسرتكم وتكونوا أنتوا أهلي وناسي. طلبك اللي أنت جاي عشانه مجاب بحول الله وقوته، وإن شاء الله في أقرب فرصة نحدد موعد عقد القران ونتشرف بك. الحمد لله، ألف ألف شكر يا عمي، ألف شكر وألف مبروك مقدما. تفضل اشرب الشاي. الله يسعدك. السلام عليكم عمي. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا أبي محمد، كيف حالك؟ طيب. يا هلا وسهلا. الله يرضى عليك يا ولدي، الله يرضى عليك إن شاء الله. إيش هذا يا ولدي؟ كل يوم أنت مكلف علي قاعد تجيب لي الأغراض للبيت. لا تقول كذا يا عمي، بالعكس تعبك راحة. الله يحفظك يا ولدي ويخليك لأهلك. المهم عمي، عندي لك خبر بمليون ريال. قول يا ولدي فرحني، لي فترة ما سمعت أخبار تفرح. جبت لك يا عمي عنوان ولدك. عنوان ولدي؟ ايوه. كيف؟ واحد راح من الحارة راح يقابله هو في الشركة. هو مبسوط؟
وكيف صحته؟ طمني عليه. هو الحمد لله يا عمي بصحة وعافية وسلامة وصار مدير إدارة ما شاء الله تبارك الله وتزوج وعنده بنتين. تزوج وعنده بنتين؟ ما قال لي بس ما قال لي. انت عارف يعني عمي هو دائما مشغول كده الله يهديه. انا عارف ومقدر الدنيا مشاغل. اصله هو دائما لما يدق علي يقول لي انا مشغول فهو الدنيا مشاغل. هذا واحد من عيال حارتنا يا عمي راح يراجع في شركه قام حصل زياد سبحان الله بالصدفه. ايوه فلحق ورا زياد عشان يلحق ويكلمه ويسال عنه. ايوه زياد ركب سيارته وراح. اوه فقام سال عن زياد في نفس الشركه. أيوة. قالوا له انه زياد مدير اداره في الشركه. ايوه ما شاء الله عليه. فقال لهم انا قريبه قاموا ادوا العنوان ده. أيوه. جبت العنوان وجيت جري عليك عشان اديك العنوان. والله انك ما قصرت والله انك فرحتني. دحين اقوم عشان اجهز نفسي واروح له. فين يا عمي فين؟ اروح له العنوان اللي انت جبت لي هو. لا يا عمي شوف اسمع مني يا عمي. دحين الوقت متاخر والدنيا ليل والمشوار مره بعيد يا عمي. لو تسمع كلامي ونصيحتي ايوه خليك دحين والصباح بدري تروح له. وفي واحد من عيال الحاره من هنا رايح الصباح رايح هناك نفس المشوار. ايوه يصير يمرك وياخذك على طريقه. يعني انت تشوف كده؟ هذه نصيحتي يعني لو تسمعها مني بس. ايوه هو يعرف العنوان؟ هو رايح هناك نفس المنطقه نفس الحاره رايح هناك. طيب قول له لا يتاخر علي. ابشر يا عمي ابشر. الله يخليك. ابشر يا عمي عندي خلاص. الله يحفظك. طيب عمي توصيني شيء تامرني شيء. تسلم فين رايح يا ولدي؟ والله يا عمي عشان مستاجر عشان الاهل وزي. خليك ربي الله يخليك. طيب استاذنك مع السلامه ولدي. استاذنك انا الله يديم المعروف. الله يحفظك يا ولدي ويخليك لاهلك يا ولدي مع السلامه. اين من قد كان انسي بالتلا القى نجيا ما الذي الهاك عن ترى عني غنيا هل نسيت المدة إني لم أكن يوما نسيت كم تمنيتك أن لو كنت للعهد وفيا كم ركبت الصعاب حتى ولكم جاهدت كيما تنهل العلم السنيا ولكي ألقى أمامي رجلا جلدا قويا راقيا مثل الثريا. أبوك اللي انت قاطعه وما انت راضي تزوره. خير في شيء؟ لا ما في شيء يا ولدي. انا ما صدقت يا ولدي لقيت العنوان حقك واخدته وقلت اجي ازورك. كيف حالك وكيف حال بزورتك؟ تمام طيبين طمني عنك. تفضل تفضل ابوي. الله يزيد فضلك يا ولدي. الله يزيد فضلك. الله يزيد فضلك. بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله بسم الله. يا كريم كيف حالك يا ولدي وش اخبارك؟ تمام الحمد لله الله يسلمك. طولت الغيب علي يا ولدي. عاد تعرف مشاغل وماني قادر اخذ اجازه من العمل. الله يكون في عونك. يشهد الله اني ادعي لك في كل صلاه انه ربنا يوفقك يا ولدي. بس انت طمني عنك وعن اخبارك يا ولدي مره وحشتني. صحيح انت كيف عرفت عنواني؟ اوه هذا موضوع يطول شرحه بعدين احكي لك عليه. عموما انا ما صدقت على الله انه جاني العنوان وقلت اخذ نفسي واجي اعمل لك هي مفاجاه. ايوه هي فعلا مفاجاه. ما شاء الله هذول بناتك؟ تعالوا يا اولاد الغالي تعال. تعالوا تعالوا احفظ ربي احفظ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا يلا بابا روحوا سلموا عليه. تعالوا يا حبايبي تعالوا تعالوا اولاد الغالي تعالوا ما احلاكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله يحفظكم. تعالوا تعالوا الله يحفظكم. يلا يا بابا
الله يحفظكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بابا متى نخرج؟ شوية بس ماما لما تغلق لبس يا بابا. مين هذا يا بابا؟ هذا جارنا. لما كنت صغير قدكم في بيتنا القديم. ايوه يعرف عز المعرفة. بابا فين يجولوا؟ يلا يلا بابا روحوا وشوفوا ماما خلصت ولا لسه عشان نمشي. الظاهر اني جيت في وقت غير مناسب، اسمح لي انا استاذن، انا لازم امشي. طيب معليش ابويا، معلش قبل لا تمشي انا معلش لو تاخذ مني هدول، معلش حق المواصلات يعني، بس عشان انت عارف ان انا ما حقدر اوديك. الله يوسع رزقك يا ولدي. طيب تفضل تفضل ابوي تفضل. يا بني يا بني يا سنن في مقلتي، أنت أولى في الحشا من مهجتي، من ناظري تسعد القلب الشجيا. أنا أفاديك بروحي وبأولى ما لدي، ما أحيي له زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي. يا بني يا بني يا سر في مقلتي، أنت أولى في الحشا من مهجتي، من ناظري تسعد القلب الشجيا. أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي، ما أحيله زمانا يوم أن كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي. يا عمي ترى الناس بطلوا يعزموا في الظهر وانت لسه تعزمنا على الغداء. اقول لك ما تبطل حركاتك هذه، تقعد تدقي حتى في العزيمه. يا اخي ارحمنا عديها مره كمان، انت الثاني ماشي لي هي. ولا ايش رايك يا عمي؟ عاد ايش اسوي له؟ قال لي ابوي اصحابي ما يقدروا يجوا الا الظهر، قلت له خلاص توكل على الله. الله يديم الجماعات الطيبه هذه يا ابو عبد الرحمن، وعقبال ما نفرح بولده ونشوفه كذا دكتور قد الدنيا زي جده. صراحه نحن مو جايين لعزومتك، نحن جايين عشان نسمع حكاوي الدكتورة الغريبة. أغرب حاجة صارت تقريبا من 20 سنة. يا الله، ومن 20 سنة عالقة معك؟ أكيد أكيد ما أنساه ولا أنسى اسمه، يعني أنا فاكر كل التفاصيل حتى اسم المستشفى فاكرها. إيش اللي صار؟ هذا طفل كان بيلعب بدراجته قدام بيته. أيوة. فجأة كده خرج على الشارع العام. ما حد انتبه له؟ ما حد انتبه له. فجأة اللي في سيارة كانت مسرعة والحمد لله أنها تفادته. ايوه. لكن اللي جاء الشارع الثاني شاحنه جايه كبيره، يعني انا فقدت اعصابي في اللحظه هذه، الا وسبحان الله شاب مسرع زي البرق وينقذ الطفل، لكن للاسف صدمته السياره ودهست رجوله. وش الغريب في القصه الى الان؟ الغريب في القصه انه هذا الشاب طلع ابوه، قدرنا ننقذ الشاب هذا ودخل العنايه المركزه، لكن للاسف بترت سابه. وأول ما صحي من العناية المركزة قال لنا جميعا رجاء خاص ما أبغى ولدي يعرف أبدا أبدا بهذه الحادثة عشان لا تصير له عقدة الذنب. يا الله، للدرجة هذه حنيته مشاعر الأب؟ والطفل إيش صار فيه يا أبويا؟ أنقذناه الحمد لله. وإلى الآن أنت فاكر الحادثة هذه بتفاصيلها؟ أكيد، وفاكر اسم المستشفى واسم الأب كمان، ما أنساهم. معليش عمي، هذا الكلام صار في أي مستشفى؟ والله صارت في مستشفى الملك سعود اللي كانت في الميني زمان. بس معليش كمان عمي، انت قلت انه انت عارف اسمه، معليش ايش اسم الابو هذا؟ اسمه ياسين عبده. ياسين عبده؟ وللآن ما شاء الله متذكر اسمه؟ اكيد
أكيد ما يتنسى الاسم. طيب معليش معليش يا عمي معليش عبد الرحمن، أنا مضطر إني أمشي. رايح فين زياد؟ والله عندي موعد. شوفكم على خير. يا زياد يا زياد يا أبو بدر السلام عليكم. يا زياد زياد إيش في؟ تعود لي يا حبيبي مثلما كنت نقيا، علني ألقاك يوما قبل أن ألقى المنيا. رغم هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيا. فجعله رضيا ربي فجعله رضيا. يا بني يا بني يا رد. خليني أكلم أحمد. ألو ألو أستاذ زياد، أنا أحمد جاركم. أيوة سيدي أنا عارفك أنت جارنا أحمد. ايوه انا كنت بدق عليك ما بترد علي. اقول لك الله يخليك، انا قاعد ادق على ابويا ما بيرد علي. ابوك حالته خطره جدا، في المستشفى وعنده عمليه الان. ايش ابوي في المستشفى؟ فين؟ في اي مستشفى؟ مستشفى الجامعه. طيب انا دحين جايك. يلا الان انا انتظرك. بس الله يخليك، خلي الجوال معاك، اول ما حوصل حدق عليك. يلا دوبي وصلت. حروح يمين ولا يسار؟ طيب يلا. ايش اللي صار؟ حصل خير، جت سليمة. ايش اللي حصل لي؟ انت كنت خارج من السيارة وبتتكلم بالجوال وفي سيارة صدمتك، بس الحمد لله انت بخير. ايوه انا كنت عندكم صح؟ ايوه صحيح، انت كنت خارج من عندنا مسرع وقلقنا عليك واتصلنا كم مرة ما بترد، وبعدين رد علينا الاخ احمد وقال لنا ايش اللي حصل وجينا بسرعة. انا كنت ابغى اموت ودوني عند أبويا. الله يخليكم ودوني عند أبويا. أبويا فين؟ أبويا فين؟ صدقني انت عارف انت قوم بس
والله هعوضك عن كل حاجة، والله هعوضك عن سنين التعب دي كلها. بس قوم الله يخليك أبويا، قوم أبويا الله يخليك. أبو زين أبويا أنت عارف، قوم قوم أبويا قوم عشان تجيب حالي البيت. ولدي تجيت يا ولدي؟ ايوه ابوي جيت جيت جيت. يلا يلا عشان نكون مع بعض. اخيرا يا ولدي. الحمد لله. سامحني الله يخليك ابوي. سامح انا اسف، انا عرفت كل حاجه وعرفت كيف رجلك وكيف صار الحادث معك. أنا السبب، أنا السبب يا ولدي. لو اضطريت إني أخسر رجولي الاثنين ما راح أغليها عليك، فداك يا ولدي. والله أفديك بعمري كله. قوم أبوي، أحفادك بيستنوك عشان تجيب لهم الحلاوة. يلا يلا أبوي، يلا أبوي. أهم شيء إنك أنت تكون بخير يا ولد. الحمد لله. سامحني زياد. أنت ولدي يا زياد، أنت نور عيني يا زياد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إما يبلغن كالكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلتعد لي يا حبيبي مثلما كنت نقيا، علني ألقاك يوما قبل أن ألقى المنيا، رغم هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيا. رضيت اليوم عنه ربي فجع عنه رضيا، ربي فجع عنه رضيا.